في هذه اللحظات الحمد لله الكريم تمت انطلاقة الشوط العاشر في المجموعة، هذا الشوط الرابع اللي فيها اللقاء الإعدام من مسافة 4 كيلومترات لسباق رسائل الأسبوع في أول المراكز. زاد الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في أول المراكز، ثاني المراكز هذا المهلة للسيد علي بن سلطان الحميدي في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا مطران يتعود ملكية مطران للسيد أحمد محمد الحسن الكباش مع مطران في ثالث المراكز، رابع المراكز واصل هذا برق للسيد محمد أبن حمد المري مع برق في ثالث المراكز، رابع المراكز وصل إلى الحفل الكريم هذا الزعيم للسيد محمد بن حمد المري في رابع المراكز، خامس المراكز الذيب للسيد ناصر بن علي الحايف في هذه اللحظات الحفل الكريم. في خامس المراكز الذيب للسيد ناصر بن علي الحايف اللي في اول المراكز هذا المهلهل بتعود ملكية المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي مع المهلهل في اول المراكز، ثاني المراكز هذا الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي في ثالث المراكز مع مطران، اما اللي في رابع المراكز الحفل الكريم بعيد عنا كل البعد، ولكن خلونا مع المراكز الثلاثه التي انفردت هذا المهلهل في اول المراكز، تعود ملكية المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي مع المهلهل في اول المراكز، ثاني المراكز هذا الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في ثاني المراكز، اما اللي في ثالث المراكز هذا مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي، ولكن الخلاوي اللي في اول المراكز المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي في اول المراكز، هذا المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي في اول المراكز، ثاني المراكز هذا المهلهل ثاني المراكز الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي، ولكن المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي في اول المراكز، ومسيطر المهلهل ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء، اداء المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي في اول المراكز، ثاني المراكز هذا مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي في ثاني المراكز، ثالث المراكز الخلاوي بتعود ملكية الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي، ولكن المهلهل حتى هذه اللحظات هذا المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي مع المهلهل في اول المراكز، ومسيطر المهلهل كما تشاهدون على شاشة التلفزيون المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي، اما اللي في ثاني المراكز هذا مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي في ثاني المراكز، ثالث المراكز الخلاوي ويتعود ملكية الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي، ولكن روح مع المهلهل، راح المهلهل بالمركز الاول والناموس، اما اللي في ثاني المراكز هذا مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي في ثاني المراكز، ثالث المراكز الحفل الكريم هذا اللي في ثالث المراكز الخلاوي للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي، ولكن المهلهل في اول المراكز، المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي كما تشاهدون على شاشة التلفزيون المهلهل، وهذا الأداء المميز مع المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي هذا اللي في أول المراكز، ثاني المراكز هذا مطران ويتعود ملكية مطران للسيد أحمد محمد الحسن الكباشي في ثاني المراكز، ثالث المراكز الخلاوي ويتعود ملكية الخلاوي للسيد
حمد بن راشد الجبر النعيمي في هذه اللحظات في ثالث المراكز، بل في اول المراكز وما زال حتى هذه اللحظات الحفل كريم اذن وهلهل ويتعود مكية المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي مع المهلهل في اول المراكز والمهلهل مع المركز الاول والسيطرة التامة للمهلهل. اما اللي في ثاني المراكز اذن مطران ويتعود مكية مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي ثالث المراكز واصل في ثالث المراكز. خلونا مع المهلهل، راح المهلهل بالمركز الاول هذا المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي في اول المراكز ومسيطر سيطره تامه المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي. اما اللي في ثاني المراكز هذا هو مطران يدعون لك مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي، ولكن المهلهل راح بالمركز الاول المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي، والنقطه الثالثه للسيد علي بن سلطان الحميدي. هذا هو المهلهل انتزع المركز الاول ما شاء الله تبارك الله، نقول تهانينا ونوس على فوز المهلهل بالمركز الاول والنقطه الثالثه للسيد علي بن سلطان الحميدي. هذا هو المهلهل في اول المراكز والسيطره التامه وهذا الاداء المميز لهذا الشعار في صباح هذا اليوم للسيد علي بن سلطان الحميدي. اتمنى لك التوفيق في الختاميات وفي الاشواء في السباقات القادمه السباقات الرئيسيه للسيد علي بن سلطان الحميدي مع هذا الاداء المميز للمهلهل. تهانينا والناموس على فوز المهلهل بالمركز الاول للسيد علي بن سلطان الحميدي مع المهلهل في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز وصل الحفل الكريم مطران للسيد احمد محمد الحسن الكباشي وشكرا يا عوض الله. اما اللي في ثالث المراكز وصل اي الحفل الكريم وصل في هذه اللحظات هذا كلاس للسيد حمد بن عبد الهادي العاوي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 6 دقائق 30 ثانيه 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.